دقيقة هنقول على مقادير الشوكولاتة اللي احنا هنعملها أوكي. وبعد كده نتكلم احسب لحضرتك الوقت كله. طيب. عندنا الحلو بتاعنا بسيط جدا ابسط مما تتخيلوا. في الاسواق نوع من البسكويتات اللي هو معمول بالقمح الكامل، في منه النوع اللايت. هنجيب علبة، انا عندي طبعا قطع البسكويت اللايت بالشوكولاتة، قطع البسكويت اللايت بالشوكولاتة. عندنا نص كيلو من الشوكولاتة الدارك، هوريكم شكلها دلوقتي لما نرجع، وباكو بسكويت من لايت اللي انا بقول لكم عليه المدور ده اللي هو معمول بالقمح الكامل، وعندي نص كوباية زبيب مفروم ونص كوباية بندق محمص مجروش. هقول تاني المقادير لانها وصفة حلوة جدا، وبتتباع العلب بتاعتها غالية جدا، يعني العلبة فيها حوالي 8 قطع من دي بتتباع حوالي ب 20 جنيه، فاحنا ممكن نعملها بمنتهى البساطة، ممكن بس هتبقى في البيت حاجة بتاعتنا احنا كمان للي بيعملوا دايت. عندي نص كيلو من الشوكولاتة الدارك، هوريكم شكلها دلوقتي، عندي كمان باكو بسكويت اللايت، وعندي نص كوبايه زبيب مفروم ونص كوبايه من البندق المفروم. ودي شكل الشوكولاته، اولا البسكويت اهو، البسكوت اهو بتاعنا اللي مرسوم عليه السنبوله ده، شايفين مرسوم عليه سنبوله، مش عايزين نقول اسماء عشان ما يبقاش دعايه، ده هو كل الناس عارفاه تحت في ده اللايت بتاعه. ودي الشوكولاته الدارك 70% كاكاو دارك، اهي كلمه دارك موجوده، و70% كاكاو اهي. انا بس عايز اوريكم الحاجات اللي موجوده، وعندي هنا زبيب مفروم وعندي بندق مجروش، وهنجيب شبكه ونشتغل على بال ما اللحمه بتاعتنا تستوي، وهسيب الدكتور بقى يتكلم على كل الحاجات. اللحمه جميله وريحتها على فكره حلوه جدا. شكرك، ربنا يخليك. والفول الاخضر. طيب هناخد معانا اتصال يا دكتور وبعد كده نكمل. يا ام اشرف. ايوه اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضلي يا فندم. ازيك يا شيف يوسف؟ بخير والله الحمد لله، نحمد ربنا. والله مبسوطه ان سمعت صوتك. ده انا اللي اسعد بصوت حضرتك. بقول لحضرتك، حضرتك عملت الكبده العجالي. ليه يا فندم؟ الكبده الكندوز يعني. اصل عندنا احنا في الشرقيه هنا في بلد مدينه بلبيس. اهلا بحضرتك. مشهوره بالكبده الجملي. فطبعا ملهاش حل غير ان احنا نعملها محمره بس كده. فطبعا ملهاش اي طريقه تانية. طب انا هقول لك تعمليها ازاي. حاضر حاضر، من عينيا. الكبده الجملي، الكبده الجملي ايه راي حضرتك فيها؟ لا ما هو محمره، يبقى احنا كده مش هتبقى نص معلقه زيت، مش هتبقى صحيه. هنحط نص معلقه زيت، هنديها فص ثوم وشويه كمون وعصير الليمون والخل البلسميك اللي احنا حطيناه، بس دي تتشوح. الكبده الجملي لو استوت اكتر من لازم بتبقى ناشفه جدا، عايزه يا دوب تشم النار زي ما احنا بنقول، هتطلع معانا حلوه جدا. اتفضلي يا دكتور بقى. واحنا بنشتغل كده البسكوت اهو، انا بقلبه على ظهره كده وخلي الوش تحت الاول، وبعدين اتفضلي يا دكتور. طيب نتكلم بقى على نوع اللحمه اللي احنا عملناها بالفريك والفول الاخضر. طبعا الفريك من الحاجات اللي هي بنقول عليه ده القمح الاخضر، يعني القمح قبل ما يستوي راحوا قطفوه وعملوا منه الفريك. طبعا دي وجبه غنيه جدا في حاجتين، الياف وبروتينات. سر كده هوت اي حد عايز يخس يركز جدا جدا في اكله على الالياف والبروتينات. الوجبه دي بتبقى في ايه يا دكتور؟ غير القمح اللي هو القشره بتاعت القمح، غير ده الفول كمان، ما احنا عاملين فول اخضر، البرغل الفول انت عملت كمان فلفل ملون اصفر واخضر واحمر وبصل صراحه انا عامله عشان كل دي الياف، عشان اللون. لا هو لون بقى وفايده كمان. احنا كده عملنا وجبه فيها بروتينات عاليه وفيها الياف عاليه، يبقى احنا كده الشبع بتاعها هيبقى عالي جدا، وعامل الشبع بتاعها يعني انا هبقى باكل الوجبه دي ممكن اقعد بعد كده 4-5 ساعات خلاص مش قادر اكل تاني، اتعشى بعد كده كوبايه زبادي حاجه كده لايت، لان دي وجبه الشبع بتاع كامله وفي نفس الوقت كامله من القيمه الغذائيه. والشبع بتاعها في حاجه اسمها معامل الشبع اللي هو الفتايتي اندكس، يعني جدا معامل الشبع، الشبع يعني اللي هو بيبقى الانسان حاسس انه شبعان، شبعان اللي هو ايه بالبلدي كده، ان انا محافظه على نسبه السكر في الدم ثابته لفتره طويله جدا، يبقى انا كده مش جعانه. يعني لكن اما نسبه السكر في الدم بتزيد ولا تقل الانسان بتبقى عاليه حاجه بسيطه لفتره طويله، يبقى انا كده مش احس ما احسش بالجوع. لكن نسبه السكر لو عليت في الدم مره واحده وقلت يبقى انا كده احس بالجوع، يبقى انا اكل بعد ساعه عايز اكل حاجه ثانيه. يعني هي نسبه السكر اللي بتحدد. واخدين بقى الوجبه اللي هي فيها الياف عاليه وبروتينات عاليه، يعني نسبه سكر في الدم ستيبل ثابته لفتره طويله، وبالتالي ما احسش بالجوع لفتره طويله. طيب هستاذنك هناخد يا دكتور تليفون، انا بس عايز اوريهم انا بعمل ايه. بغطي على الظهر كده اهو، انا عملت كذا واحده ونشفوا معانا اهو، هنقلبهم الناحيه الثانيه، نقلبهم يا استاذ مجدي الناحيه الثانيه بعد ما نشفوا، ونحط شويه من البندق عليها، ونحط شويه
من الزبيب كمان بعد يعني ما الوجبه دي طعمها حلو وفيها بقى فايده يعني بندق ودارك شوكليت وبسكوت فيه الياف طيب. انا بقى هناخد بس معانا استاذ مجدي وبعد كده هسيب حضرتك تتكلمي على البندق وعلى الزبيب وعلى البسكويت والشوكولاته الدارك. يا استاذ مجدي. ايوه شيف. اتفضل يا حبيبنا. انا كان في واحد صاحبي بس كده بياكل فته تركي كده اسمه حسين كريته، فانا عايز اعرف بس بتتعمل ازاي. فته تركي؟ اه. ما تعرفش اسمها ايه؟ هو قال لي اسمها فته تركي. طيب انا هسالك عليها بصراحه، لان انا في انواع من الفته كتير جدا جدا جدا، بس انا هقول لك على هعرفها لك ان شاء الله واجاوبك عليها. كان جالنا سؤال من فتره عن حلو بيتقدم في اسكندريه اسمه الكرافن، جبناه الحمد لله وهنعمله لكم قريب عشان خاطر ده حلو الماني قريب جدا من الدوناتس، قريب من الدوناتس. انا بعد ما بحط الشوكولاته كده بخبط عليها عشان تملى معايا كل الفراغات، وبعد كده هنسيبها تبرد وتتقدم. اظن ما فيش اسهل من كده. وكل الزيادات اللي نازله رايحه فين؟ نازله تحت على ورقه وعلى الشبكه علشان خاطر الشوكولاته اللي انا مش هرميها مش هتهدر معايا. اتفضلي يا دكتور. تاني الناس كلها هتيجي هتعمل النهارده الدارك شوكليت بالبسكوت والبندق ده. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. والله انا بسعد جدا اولا وانا مع حضرتك، ثانيا ان احنا بنفيد الناس بانهم ياكلوا حاجه صحيه وفي نفس الوقت تيست طعمها حلو. ما ينفعش نعمل دايت واحنا بناكل الاكل وزهقانين منه، يعني ما ينفعش اقول لحد اعمل دايت كده شهرين ثلاثه وافضل كل اكل مسلوق بس، لا احنا لازم ناكل اكل صحي واكل تيستي وفي نفس الوقت اكل طعمه حلو علشان اقدر اكمل كده في الدايت من غير ما يجي لي اكتئاب. نعم. طبعا الشوكولاته دي يعني السر في الاكتئاب كله في السيروتونين اللي بيعليه الشوكولاته. يا دكتور حموده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك يا حبيبي، كل عام وانتم بخير ويديك الصحه والقوه دايما يا حبيبي. الله يخليك ليا يا حبيبي، ربنا يكرمك. ربنا يديك الصحه. اشكرك على اتصالك الجميل. انا بس ليا سؤال كده استفسار بالنسبه لموضوع الحميه والحاجات اللي هي الجلوتين فري عشان الولد وكده، اخد بال حضرتك؟ فيا ريت بس اي نصائح كده من البرنامج كده ان شاء الله. انت عايز على حاجات اللي هي الجلوتين؟ الجلوتين بالظبط. قريب جدا هنعمل لكم حلقه قريبا جدا على الحاجات اللي هي تعويضيه عن اللي ما بيقدروش يستعملوا الجلوتين ان شاء الله. اوعدكم ان شاء الله قريبا جدا نعملها لكم. بشكرك يا دكتور حموده، وانا ان شاء الله بنوه ان احنا هنعمل الحكايه دي قريب ان شاء الله، لان بيجي لنا استفسارات كتير جدا. ده شكل الشوكولاته النهائي. انا بس عايز ادي فرصه للدكتور تتكلم براحتها لان الوقت قليل جدا على الحاجات الموجوده في الشوكولاته وشكلها ده. اتفضلي. الشوكولاته دي فيها بندق وانت جبت يا شيف يسري حاجه من المكسرات اللي حلوه قوي بقى الستات هيحبوها في الشعر، بتطول الشعر. البندق سحر كويس، احنا بنفيد الستات من غير ما نعرف.